يعني عملية التهدئة بالرغم من أنها ما دامت يعني تخطو خطوات ملموسة كما أشرت إليها بغض النظر عن ارتباطها بالزيارة الأربعينية، ولكن هناك أيضا مبادرة من قبل رئيس إقليم كردستان سيد نجير فان بارزان. يعني ما المتوقع من هذه المبادرة التي سيزور بغداد الأسبوع المقبل ثم يذهب إلى الحنانة؟ هل نتوقع أن تحمل حلول للخروج من الانسداد السياسي؟ يعني هو الحقيقة بعد أحداث العنف التي حصلت وسقوط شهداء وجرحى أغلق باب يعني المبادرات، يفترض هكذا، لأنه عندما أعلن السيد الصدر أنه اعتزل سياسيا وقرر إنهاء الاعتصام وكل هذا الذي حصل، تصبح المبادرات هنا غير ذات جدوى. ولكن تحرك إقليم كردستان خاصة على صعيد رئيس الإقليم جيرفان بارزاني، هذا يعني أن هناك ربما أيضا متغير قد يفاجئنا، لأنه لا أعتقد أن البارزاني بعد كل هذا انتظرنا طويلا مبادرة قيل أنها سوف تصدر عن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد مسعود بارزاني، ومن ثم سيد نجير بارزاني، وأجل زيارته إلى بغداد أكثر من مرة. ولكن الآن حسب ما يشاع إلا أنه سيزور بغداد ويزور الحنانة في النجف، يعني سيلتقي السيد مقتدى الصدر، وهذا يعني أن لديه ما يؤهله لأن ربما يعني يطرح شيء قد يغير أيضا الموازين. فنحن إذا حيال قضيتين حتى الآن مؤجلتين، الأولى قرار المحكمة الاتحادية الأسبوع القادم، والثاني زيارة السيد نجير فان بارزان التي ربما تحمل جديد. وإلا بضمن السياق الطبيعي لا أهمية للمبادرات بعد الآن، لأنه ماذا يريد أن يقول المبادرون؟ حصل دم بين الطرفين والآن هما في حالة تهدئة، طرف يريد حل البرلمان بقوة وإجراء انتخابات مبكرة، وطرف لا يزال يريد تشكيل حكومة. إذا على صعيد المواقف لا يزال كلا الطرفين متمسك بمواقفه، والتهدئة هي فقط للزيارة الأربعينية. فالسؤال هو ما الذي يحمل السيد نجير فان بارزاني من جديد قد يغير المعادلة؟ هذا هو السؤال الذي لا نستطيع الإجابة عنه، وإنما الأيام القادمة عند زيارته إلى بغداد والحنانة هي الكفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.